على خط النار جوسلين خويري مثل الرمح اللي ما بينكسر، لأنه القصة قصة وجود بلد الأرز بخطر. وجوه اللي منحبهم ولبنان الحلم، حميتهم جوسلين بمتراس استبسلت فيه مع ألف صبية، زينة ساحات المعارك ودرعة والبطولة. كانوا قليل بالعدد بس إيمانهم بيزيح جبال. لجبينك المحنة إلا قدام قربانة وكاس، لعينين آمنوا إنه المستحيل ممكن ونحنا منحدد المصير. لهالجبين والعينين ألف شكر للريسي والنظاميات اللي عطيوا بعد جديد لمواجهة الخطر، للإيمان بالقضية ولحب لبنان. صباح الخير دكتور أبو ناظر، رئيس أسبق لحزب القوات اللبنانية، والعود بسلامتك. خليلي إياك بشكر كتير. أنا بقدر كتير حضورك معنا اليوم، ومع حضرتك رح نعمل جولة بتاريخ لبنان الصعب بالتضحيات المشرفة. رح نحكي عن جوسلين اللي التقيت فيها أول مرة بال73، أكيد بهالوقت يعني بهالمخيمات التدريب، لأن هي كمان بلشت تتدرب بعدين وقت تأسست فرقة البيجين بالأواخر 73-74. صار في بعدين فرقة البيجين تبع البنات، بما أنه جوسلين كانت مدربة أكثر من غيرها، كانت هي تصدرت إذا بدها وصارت هي رئيسة هالمجموعة هيدي وكبرت معها هالمجموعة. بس بهالوقت هيدا كان في كتير نظاميات غيرها لجوسلين، في كتير أسماء كمان عطت كتير بهالمراحل هيدي، ما رح سميه لأنه نكتار، بس جوسلين هي الوحيدة بيناتهم يلي كملت ويلي ضلت تشتغل على حالها، ويلي بعدين وقت انتقلت للقوات اللبنانية أسست شيء كتير كبير اللي هو جهاز النظاميات بوقتها. دكتور أبو ناظر، نقرأ كتير نحن المعشنا الحرب اللبنانية ببدايتها، نقرأ كتير ونجرب هيك نقدم صورة ببالنا للشيء الصعب والقاسي اللي نعاش. بس لما نفكر بجوسلين خويري وبالصبايا اللي مثلها، إنه صبية بالجامعة عم تدرس صحافة، شو اللي خلاها تفوت على هالخطر كرمال لبنان؟ شو كان الوضع؟ أي تهديد؟ أي مصير كان ناطر اللبنانيين بوقتها؟ بدك تقسم المرحلتين، يعني أول مرحلة هي ما قبل 75 يلي هي توجت بانهيار الدولة اللبنانية ابتداء من 67 بعد ما خلصت حرب الستيام، بعدين اتفاقية قاهرة يلي أول يعني إذا بدك ضرب أول مدماك بالدولة اللبنانية وبالسيادة اللبنانية، ويلي انعطى وقتها للفلسطينيين حرية التحرك بلبنان وحرية القتال بلبنان، ومن وقتها بلشنا نكر لورا لحديث ما صار الانفجار الكبير بال75. الانفجار الكبير بال75 في كتير ناس لبوا، وفي كتير صبايا وشباب لبوا، في ناس راحوا على القتال، في ناس عملوا غير اشياء يلي تتعلق كمان بصمود الاهالي. انما اللي صار بوقتها انه هيدي التضحيه اللي بلشت كان لازم ينبنى عليها بالمستقبل وتصير تتوسع اكثر واكثر. ومن هون الشعور كان انه نحن رح يكبونا على البحر، والشعور الثاني انه نحن رح يخضعونا ويركعونا ونصير نحن اهل دمه بهالبلد وهالمنطقه هيدي. وهون كان اذا بدك الشريكه بالوطن انا ما خلاني حس انه هالغريب يلي هاجم علي اللي كان بوقت الفلسطيني يلي هو كان معتبر حاله صار محتل لبنان، يلي انا اختبرتها وقت هونيك نهار توقفنا انا واثنين شباب غيرين بيتهم الياس الزيك واحد تاني، واجهنا ابو عمار وقالنا انتو يوما ما رح يجي نهار انتو مسيحيي لبنان رح تعيشوا تحت الخيام ورح نعلمكم قيمة العيش تحت الخيام. ومن وقتها ما عاد في شيء، ما عاد في حدا الا ما كان يسمع لنا تيلي بالشكل هيدي، وكان نسمع كتير اصوات خاصة بالاطراف المسلمة يعني كتير بتألم اولى يعني هيدي اليوم انه هني كانوا يعتبروا الفلسطينيين هني جيشهم مش الجيش اللبناني. وقت شفنا كل هيدولي، وقت شفنا هالهجمة اللي صارت علينا من قبل الفلسطينيين ومن كل الجحافل اللي اجت من كل العالم لحتى تحاربنا نحن وتكبنا بالبحر، في عندك البحر وراءك والعدو امامك، بدك تقرر يا بدك تقاتل وتموت وتجرب انه تحافظ على كرامتك وعلى بلدك، او بدك تحمل حالك وتفل. نحن قررنا نبقى، وجوسلين من الناس يلي قرروا يبقوا واكثر منه يبقوا كمان، يعني هي قررت انه بدها تحضر الاجيال تيعرفوا يبقوا بالمستقبل يقدروا يكملوا بالمستقبل. كانت القصه قصه حياه او اكيد موت. اكيد ما في احتمال ثالث. يلي بيلتقي بجوسلين اول مره شو بيقدر يشوف فيها؟
أول شيء كاريزماتيك، وهيك عندها كان سطوة على الشباب، وعندها كان طريقة لحتى تحكي معهم وتحمسهم وتعمل من أفكارها يصيروا إيديال للبنات اللي حواليها والناس اللي حواليها، مش بس البنات يعني كانوا حواليها. وبعدين مش إنه روحوا عملوا، لا جوستين بتعمل بتمشي قدامهم. هيدي إذا بدك اللي هي كانت الميزة تبع جوستين، وميزة من كتير شباب يلي هي إذا بدك هيدي مدرسة، إذا بدك بشير بوقت من الأوقات. بقى هيدي جوستين. وفي شغلة كتير مهمة، إنه إلى جانب التدريب، إلى جانب العقيدة، إلى جانب الاقتناع، في عندها هي دائما بعد يختلف عن الآخرين، وهالبعد هذا هو يلي خليها بوقت من الأوقات تعمل إشياء غيرها ما عملون، وهذا اللي خليها بوقت من الأوقات تعطي ثقة للناس اللي حواليها وتعطي اندفاع وترجع تشجعهم على إشياء مثلا ما كان حدا بيفكر فيهم. مثلا جوستين تاريخ العسكر إذا بدك وصل لمحل عمل جوستين، يعني طلع إذا بدك فكرة جوستين، هي المعركة اللي صارت بالرجنت أوتيل، يلي بها نهار هيدا كان في بناية اسمها بناية النظاميات، بده يكون العدو عرف انه هيدي في بنات قاعدين بهالبناية هيدي، بقرروا انه يعملوا الخرق من هالبناية، انه نجي احنا نقوص ضربين بيهربوا البنات، ومضلنا فيتين على بيت الكتائب المركزي، هي كانت انه بدها 100 متر يعني بيصيروا ببيت الكتائب المركزي. صار بلش الهجوم وانقطعوا من الذخيرة، وصار في بلبلة بين البنات، لان كانوا ستة مش اكتر. لحقيقة ما جوستين هي طلعت من المترس اللي قاعدة فيه، راحت على سطح البناية، كبت عليهم رمانات يدوية وقوصت عليهم للمهاجمين يلي كانوا يمكن بالمئة مهاجم بوقتها، وكسرت الهجوم ومات المسؤول عن الهجوم، وهيك انكسر الهجوم. وهيك مرة هلأ من كم شهر على إحدى الفضائيات سمعت أحمد جبيرين عم يحكي وذكر هالحادثة إذا بدك يلي هي. إذن جوسلين يلي هي خليها تفكر بوقت من الأوقات أنه لا أنا المسؤولة، بدي روح أكثر من الباقيين، ولو ما عملت هالشي هيدا كانوا أكيد جماعة فاتوا على بيت الكتائب. هالمعركة البطولية خلينا نرجع نذكر أنه كانوا ستة مقابل 100 شخص بالستة وسبعين، ما كانت هينة عليها. وبتحكي جوسلين بمعركها وبلحظة معينة كان في حماية للعذراء لإلها، يلي بتحكي عن الأيقونة اللي برقبتها والشعور يلي ما بيتفسر عندها، وبتحكي عن هالحماية. جوستين كانت حياتها الروحية هي درعها، مش هيك؟ أكيد. وكانت تنقل هالشي للنظاميات، وقسم منهم من وراء المحاضرات فاتوا على الدير صاروا راهبات. في قسم منهم هيك صار أكيد، وفي قسم منهم راحوا تجوزوا صاروا أحلى أمهات وعملوا عيال وعملوا كذا. أنا هون بدي أقول شغلة، جوستين مش بس ما في شك انه جوستين هيدي الحادثة أثر كتير فيها وبتحكي عنها كتير على كل حال، وصارت يمكن بأيار كمان، مشان هيك كمان نقت بعدين الاسم تبع 31 أيار. وفي شغلة تانية كمان صارت بهيدي، انه أعطتها بعد ونضج أكثر بكتير من الأشخاص العاديين، علما انه جوستين تنقلت كتير، يعني راحت حربت بالأسواق وراحت على هوليدي إن وراحت على كتير محلات. يعني إذا كانوا معروفين إنه وقت يجوا النظاميات والصبايا تبع جوستين كانوا معروفين إنه هو اللي ما بيهزوا على الأرض. بس هيدا الشيء مش بس عطته هالنفس هيدا، وإذا بدك الروحانية عطتهم بس للمحيط تبعها، هيدي بعدين انتقلت لكل القوات اللبنانية، وهيدي اتوجت بعدين وقت أنشأنا شيء اسمه المرشدية الروحية بالقوات اللبنانية، ويلي هي حقيقة عملت كتير فرق على الأرض، ويلي هي كرست أنه يصير في مرشد روحي لكل سكنة، ويصير في واحد أكومبانياتور للشباب وللبنات يلي كانوا على الأرض. لأن جوستين كنت منطلقة بفكرة أنه إذا منحصن الوضع الداخلي تبع كل إنسان تبع كل مقاتل، هيدا هالمقاتل ساعتها بيصير أول شيء مقاتل بيروح على المعركة بأمان، وبيروح مع هيك متصالح مع نفسه، وبذات الوقت بيروح وحاطط براسه بده يرجع، وبذات الوقت هيدا المقاتل هيدا بيكون مقاوم شريف وليس قاتل. وهيدي كتير مهمة، هيدي هالنوصيون هيدي يلي أدخلناها بالقوات اللبنانية، يلي جوستين عملتها شغلتها إنه تحول هالإنسان يلي ماسك بارودة مش إلى قاتل، إلى مقاوم، ويعرف بوقت من الأوقات يوقف ويحكي بالسلم ويحكي بغير شيء كمان. وهيدا إذا بدك التحول الكبير اللي صار مع المرشدية الروحية يلي كملته جوستين بعدين وكرسته بحياتها فيما بعد.
نعرف بال 75 او خلينا نقول بالسبعينات كان في نظره معينه للصبيه، بعدها يمكن لليوم هيدي النظره ببعض الاماكن. اليوم حزب عم بيقاتل بقصه حياه او موت بيوثق بألف صبيه. شو كانوا هالصبايا؟ من شو كانوا معمولين؟ ايه كانوا معمولين من قناعة مطلقة بالبلد، وكانوا عندهم قناعة انه في عندهم قدرات شخصية كمان، وبيقدروا مثله مثل غيرهم يقلبوا يقفوا بوجه هالمد الكبير اللي كان حاصل على الارض ويحافظوا على الانوثة تبعيتهم. لان في كمان صورة خاطئة عن يلي كانوا الصبايا كانوا عم يقتلوا انه هدول اخوات رجال، يعني لا مش مزبوط. وخاصة جوسلين كانت كتير كوكيت، كتير تنتبه على حالها على الشعرات وعلى الكذا. لا هيدي لازم هالصورة الخاطئة كمان هيك تبدلها. ومبارح كنت عم بحكي مع احدى الصبايا، مع شيراز تحديدا يلي هي وكبتها لجوسلين، وقالت هيك انه ايه نحن منرد عليها هيدي هالتهمة هيدي اذا بدكم الباطلة، انه ست مثلا لابسة كل تيابها ومهففة وكذا والى اخره، واحد اجا هجم على ولدها، شو بتعمل؟ ما بتتحول لشي شرس يقدر تتحافظ على هي هيك كمان المقاومة يلي هي بوقت من الأوقات حست انه في خطر على اهلها او على بيتها، عملت هالشي وتحركت حتى تقدر تدافع عن بيتها، وهيدي من هالمنطلق هيدا قدرت تعمل يلي عملته. اليوم في تأثر كتير كبير من مجتمع عرف جوسلين، عرف تضحياتها، من شباب سمعوا وقريوا عن جوسلين، ومن مطارح تانية حاربت بوجه جوسلين. يعني منشوف الأعداء في السلاح، رفاق في الحياة، احترام في لحظات الوداع أو لحظات الغياب. مع جوسلين كأنه لبنان هيك عم يخسر وجه من وجوه أبطاله، مش هيك؟ صحيح. وهيدا شيء بحزن بزمن حاسين فيه بهالفراغ الكبير والقاتل والقاسي. جوسلين شو بتمثل اليوم بهيدا الوضع اللي عم نعيشه، وليش غيابها هالقد كان مؤثر؟ بتعرف كنا بوقت من الأوقات خاصة سنة التسعين، هون فينا نقول نحن خسرنا الحرب لأن نحن فتحنا حروب داخلية بين بعضنا على السلطة. طلعنا كلنا يمكن بوقت من الأوقات أخذنا وقت نرجع نجلس ونقف عجرينا. هي لا، هي انتقلت براسة دغري إنه المهمة اللي بلشتها بدها تكملها بس بغير وسائل. والشطارة تبع جوسلين عرفت تلاقي شو هي الوسيلة وشو هو الموتور يلي هو بده يمشي هالوسيله هيدي، وبذات الوقت الماده النضاليه الجديده اللي بدها تبلش تحكي فيها وتزرعها، يلي هي مبنيه على المحبه، يلي هي مبنيه على المصالحه والمصالحه الوطنيه. هي بلشت جوستين واهم شيء بالمصالحه الداخليه، لانها كان في عندنا كثير مشاكل بالداخل، ومن بعدها انطلقت لتصير في مصالحه وطنيه. وهون جوستين راحت من الشمال الى الجنوب وتعرفت على كل الناس اللي كانوا عم بقوصوا علينا وكنا عم نقوص عليهم، وخلقت معهم روابط فعلية على الأرض. وأنا بذكر بعدين خاصة وقت كنا نقعد تحت بالخيام هلأ ب17 تشرين، شفت كتير ناس من الطرف الآخر كمان إجوا هيك يحكيوا معي، يعني تفاجأوا أنه شافوني الوحيد قاعد تحت من هالجيل إذا بدك جيل الحرب، وحكيونا عن جوسلين، يقولوا لي والتقينا معها وحكينا معها واجت لعنا وعملنا لها هيك لقاء مع الناس ومع كذا. وكانوا بالاول هيك انه يطلعوا فيه انه مين هيدي، انه هيدي اللي كنا يعني كانت تخلق عندهم نوع من هيك من الكيوريوزيتي، انه يجي واحد شو مين هيدي البنت هيدي. بعدين وقت يشوفوها ويتعرفوا عليها شوفوا قديش في شفافيه بالحكي اللي عم تحكي، قديش في صدق، قديش في من قلبها عم تعملهم، ومن قلبها بدها تعمل هالمصالح الوطني، لأن بتعتبر انه هالشقفة الارض الصغيرة اللي عايشين عليها 18 طائفة عم بيقتلوا بعضهم تحت على السلطة، وكل واحد عم يجرب ينزع سجادة من تحت اجرين التاني، لا هيدي بدها توقف بوقت من الأول. وهيدا جوسلين اللي فهمته وراحت برمت على الارض. واذا بدك هالبعد يلي اليوم اخدته جوسلين يلي تخطى يلي الصور اللي عم نشوفها اليوم الحرب وكذا، هيدي اهميته انه راحت قعدت مع الناس ومع الخصوم وحكتهم هيدي اللغه ومن القلب، ومش هيك تعرفوا عليها، ومش هيك بتشوف اليوم على السوشيال ميديا كثير من الاعداء الماضي عم بيحكوا فيها هالقد بالمنيح.
نعم. جوسلين قطعت على مقلب جديد مثل ما ذكر الدكتور أبو ناظر، من تأسيس اللبنانية 31 أيار لتلبية نداء البابا يوحنا بولس الثاني بجمعية نداء، أو عفوا بجمعية نعم للحياة، وكمان أسست مركز يوحنا بولس الثاني للخدمة الثقافية من أجل ترميم الحياة العائلية، كانت تنظر للعائلة، لقيمة الحياة، لأهمية إلغاء فكرة الإجهاض وتنفيذها. كانت عم بتقول جوسلين نعم للحياة. واجهت جوسلين أبشع الأمراض، يعني واجهت الموت اللي بيكون عم بيقرب عليك ومنك أكيد إنك رح تخلص منه. كيف واجهت جوسلين يلي ما خافت من 100 مقاتل و300 مقاتل و1000 مقاتل بين شكة وعيون السمان والأسواق وغيرها من المعارك القاسية، كيف واجهت هالمرض؟ إذا بتسمح لي هيك قبل ما جاوبك على هذا الموضوع، نعم. لأن أنا هيك ويكبت قد ما بقدر يعني بهالمرحلة هيدي. أنا سافرت من شي سنتين، أول ما بلش المرض تبعها رحت على إيطاليا وتعرفت هنيك على عدة جمعيات تليانية، وكان جوستين حكيتني إنه هي كانت تروح إيطاليا تعمل برميد بإيطاليا، وتعرفت على كذا جمعية هنيك وتروح تعمل محاضرات وتعرفهم على القضية اللبنانية وتحكيهم كيف صمدوا، كيف صمدنا، كيف صار المقاومة اللبنانية إلى آخره. بقى بهالزيارة هيدي في صديق مشترك عرفنا على أحد الجمعيات، على الأليانس كاثوليك، وقعد معه رحنا على اجتماع رسمي، كان في رئيس الجمعية والهيئة الإدارية تبعته أو التنفيذية، وكنا قاعدين تنحكي نشوف شو هيك الموضوع، وبيحكوني ساعة عن جوسلين، إنه جوسلين إجت لعنا عملت أكثر من 150 محاضرة بإيطاليا على فترة كذا سنة، وانه هي وقت فاتت على حياتهم وحياتها المؤسسه وهالجمعيه هيدي انتقلوا هن مثل ما قالوا لي حرفيا، انتقلنا من الظلمه الى النور الى الضوء. هالقد يعني هالقد اثر جوسلين فيهم انه خلقت لهم ماده نضاليه، غيرت لهم افكارهم، اعطتهم انه هالتجربه المسيحيه اللي عاشتها كمقاومه هي بلبنان، وانتقالها بعدين الى مراكز اكثر تتعلق بعلاقه بالكنيسه او علاقه بالامور السياسيه، قدرت نقلت لهم إياها كمان هيدي، عطتهم غير بعد نضالي إذا بدك لقلهم. بقى أنا وقت شفت هالناس يعني أنا كنت قاعد عم بتسمع عليهم أنه مش عم بفهم. أنا أكيد بعرف الله جوسلين، بعرف أنه هي عندها هالكاريزما والهيك بتشرقت جوسلين، بس ما كنت مصدق أنه هالقد قدرت تنقل إذا بدك هالفكرة وهالعنفوان إذا بدك لهالجماعة يلي هي ما كانت تعرفهم يعني أصلاً، لغير بلد، لغير عقلية، ولغير ذهنية. بقى وقت تشوف انه هيك شخص قدر يتخطى حدود لبنان ويروح يعمل هالشي ببلد خارجي ويحكي عن لبنان ويعطي صورة عن هالبلد هيدا وتحكي بهالحماس، بتقول هالبلد مش معقول يموت مع ناس مثل جوسلين. ايه كان هالمرض تبعها جدا مؤلم وصدمة كبيرة لقلنا كتير، يعني للأسف انه وقت اكتشف المرض كان دجا متقدم. هلا انا وقت كنت روح زورها انا وهيك هالغيري كان دائما بدها تفرجينا الصوره انه هي تمام وهي ماشي الحال ومع السرير وانتم شو مشاكلكم، عرفت كيف؟ ولا مره رحت انا اسالها انه شو هيك، شو ابني خمس دقائق و55 دقيقه، انت شو كيف الوضع وكيف كذا وكيف. انا كنت رحت اشوف انه هي شو لاخر لحظه مرقت كثير مساجات للكل، وكانت عارفة انه باخر فترة يمكن الوضع تبعها صار كتير صعب وصارت عم ترجع لورا، انه مرة ذكية وبتفهم يعني. بقى مرقت مساجات للكل، عملت مصالحة هي مع الكل وجبرت بعض الاشخاص جبتهم لعندها وصالحتهم بين بعضهم، يعني مثل كأنه كان عندها اخر مهمة انه بدي مرق لكم سو مساج دامور، هيدي هالمحبة وهالشراكة وتكفوا من بعدي وكذا، كتير اشتغلت عليها كمان تتخلي هالناس اللي حواليها يحسوا انه لا اوكي يمكن انا رح فل، بس هالشي لازم يكمل، ما فيها توقف القصة لان لبنان لازم يكمل، البلد لازم يكمل الى اخره. بقى هيدا اذا بدك هيك. وانا اخر مرة يمكن قدرت احكي معها هي نهار الجمعة الماضي، مش هالجمعة، نهار الجمعة اللي قبل ما بلشت تغيب اكتر واكتر، يعني اصرت انه هيك ضحكت لي شفتني وعملت لي انه ماشي الحال. يعني شيء صعب مش هيك؟
بدي أقول أنه استثنائياً فتحت الراهبات الكرماليات الحبيسات دايرون لاستقبال جسمان جوسلين خويري يلي يعني هذا الشيء ما بيصير عند راهبات حبيسات بكرمل ولدة الإله المجاور لسيدة لبنان بحريصة لا يسجى هالجسمان. بدي أقول أنه الام تي في رح تنقل اليوم من كنيسة مار سمعان العمودي بغسطة وداع هالبلدة وداع لبنان لهالبطلة. هل انتهى زمن الأبطال في لبنان؟ لا أبدا، بس أبطال صار بغير طريقة. مش ضروري الأبطال يكونوا حاملين سلاح، هالمرة البطل هو غير شيء. هالمرة البطل هو يلي بيقدر يخلق حلول للناس، البطل يلي هو يقدر يرجع يخلق شوية نفس عند هالناس في هالأحباط الموجود اليوم بهالبلد، ترجع يخليهم يحسوا انه لا ما في زوم تهاجر، ما في زوم كذا، رح يرجع يمشي البلد. وانا برأيي هول هن الأبطال اليوم رح بلشوا يبرزوا، وعم شوفوا كتير كتير خاصة بالجيل الجديد انه صار في عناد وتعلق بالأرض أكتر وأكتر. مشان هيك جوستين فيها تكون هي مثل لكل هالناس هيدولة، حتى تكون قدوة لهالشباب يلي ما عندهم إذا بدك بوين دو روبير، ما عندهم هيك ناس يتطلعوا عليهم للمستقبل، لأن كل الناس اللي شافوهم حواليهم حسوا بوقت من الوقت أنه خزلون بشكل أو بآخر. إذا هون الأهمية اليوم أنه يكون يرجعوا يتطلعوا بجوسلين. وأنا بشكركم أنه أنتم عم بتضووا هيك على تاريخ ونضال جوسلين، حتى حقيقة يبقى عند هالناس شوية أفكار أنه بوقت بأوقات صعبة كتير، وشفنا أوقات صعبة كتير كتير، كنا شايفين لبنان مش بس رح ينهار اقتصاديا وماليا، بس كمان رح يتمحل تحت القصف والدمار والخراب. رجع وقف البلد، لأن احنا شعب حي، لأن احنا عنا ما بعرف يمكن شوية جنون يلي ما عندهم إياه غيرنا يمكن. فأنا برأيي هيدي هي القدوة اليوم. أنا واثق لأن بعد ما بشوف مش عم اللي عم شوفه اليوم على الأرض من هالشباب يلي بيخترعوا لك 100 قصة، 100 جمعية، هيدا تيساعد هيدا تيعمل هيك، هيدا تيروح يدق موسيقى، هيدا تيساعد. مش معقول هل إنه هالحياة وهالرفض للواقع المرير اللي إحنا عم نمرق فيه إنه ما يرجع يطلع لبنان جديد من وراء. وأنا واثق فيها هيدي. دكتور أبو ناظر، أنا بدي أشكر حضورك معنا، بدي أشكر شهادتك المؤثرة والملهمة عن هالمقاتلة البطلة اللي بسنين الحرب كانت سيدة المعارك ورئيسة المعارك. رئيسة ايه، اسمع كل هال هيك. ونحن رح نتذكرها ونشكرها، هي وهالألف صبية. أكثر من ألف، أكثر من ألف، أكثر بكتير أكيد. بدنا نشكرهم، بدنا نشكر كل الناس اللي قاتلوا تيبقى لبنان، كل اللي جاهدوا حطوا كفهم، حطوا حياتهم على كفهم وقالوا نحن بدنا نهب ليبقى لبنان. أكيد هن صنعوا التغيير، كان في مشهد مستحيل مثل ما ذكرت، وهن صنعوا هالتغيير ولغيوا هالمستحيل وعملوا الممكن. خيبات كتير كبيرة بالحرب، انكسارات وانتصارات، ولبنان الجديد اللي بنحلم فيه بعد ما شفناه بكل أسف، بس بهمة الشباب. عم بينبنى، بهمة الشباب. ايه أنا برأيي في شغلة تغيرت كتير ب 17 تشرين، ولا ممكن نرجع لورا فيها هيدي، حتى لو بعد هلا ما أسمرت، لأن البوطة هلا الحكمة اليوم صعبة هيك تزعزعها وتشيلها هلا بسهولة وبسرعة. بس أنا واثق إنه الذهنية اللي خلقت ب 17 تشرين ولا ممكن حدا يقدر يوقفوا بوجه، وأكيد في جيل جديد طالع اليوم رح يخلق لبنان جديد يلي إحنا كلنا سوا بنطمح له. أمين. شكرا لك دكتور. أنا بشكرك. عنوان كتابه كان الأرزة والصليب، قصة مقاتلة بعد القصة، هي ذاتها قصة أرزة من ريدا مرفوعة وثابتة وباقية وخالدة، وقصة صليب لها من الكل الأوجاع والبطولة، وهالصليب اللي حمله يسوع ونحن حملناه من بعده بكل فخر وماشيين على درب مش ممكن تودي إلا للقيامة.